traditionally not been the highest of scoring matches. Exception maybe in 2014 when Al Ahly beat Sfaxien by 3-2 at the International Stadium. But here's a chance and a goal! On his line. And that's a wonderful, wonderful effort. The movement in the penalty area was absolutely sublime from Daniel Adjaye. The Ghanaian opens the scoring in the 20th minute. مرتضى فار 5 نص المرابط 14 نصير الميوني 8 اتي سموحه كانت هناك بعض الاخطاء نعم يبصم عليه اللاعب زيد كروش يلا يا تطوان ريتم اسخط هجوم فريق الوداد البيضاوي يسير الكحل رسميا بقميص نتيجه سلبيه حتى الان في اجواء حماسيه رائعه في ملعب السنيت المباراه بهذا الشكل فتو بيسون مازيم ما يفعل الان اول هدف واول محاوله تيبي مازيمبي الافضليه على كل على مستوى الهجوم دائما مصدر الخطر على 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 تفاعل مع الكره او على سط الميدان تحضير في افريقيا بعد الشامبيونز ليج مثلها مثل لعبوا تيبي مازيمبي على مستوى لا تلعب للتصويب والتصويب تتملك بالتضحيات في المدرجات أصواتهم كثير من الكرات المشتتة الآن في وسط الميدان كثير من المجهودات المبذولة فريق اللي أقوى سريع على مستوى الهجوم فريق الترجم استقبل تيبي الاتحاد الإفريقي على نهاية الشوط الأول نتيجة أنا أمام تيبي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية من المدافع أدو كان في محله التحكم في وسط الميدان بأكبر عدد تمريرة وتصويبة لكن وضع صعب والسيطرة على المباراة تبقى لصالح تيبي самый известный, самый прославленный, самый успешный клуб Северной Америки и Мексики, соответственно, тоже. Это именно футболисты быстро разобрали буквально по полочкам. Мазембе забили мяч в самой концовке первого. Но защитники сыграли более-менее надежно. Соперника, злейшего врага Америки, Гвадалахару. Великолепное взаимопонимание, очень классно. Сейчас подача, штрафную площадь. Ох, а вот эта техника, как вам? Не отважился бить с этой дистанции. Мяч удачно бросил. Аут. 22 номер. Кимваки второй, Мвеку пятый, Кулибали шестой, Самата девятый. Травма и футболисты Мазембе. Приходит в контратаку. Не Аджей. Удача, подбор за африканцами. Удар поворотом. Ну что ж, надо Америке быть повнимательнее и болельщикам за спину защитнику, но не так уж и просто забросить за спину такого высокого защитника. Сыграл защитник. Диагональная именно. На таком уровне все-таки. Да, ну и плюс теперь еще и на перехват в центре поля нарывается. Возвращает себе. Мин Мали. على ارضيه ملعب المباراه فجويل كيمواكي من احمد علي هنا الشراسه اللي يعني الشراسه سجلوا ثلاث اهداف وسجن من مالي على ارضيه ملعب المباراه فجويل كيمواكي من احمد علي هنا الشراسه اللي يعني الشراسه سجلوا ثلاث اهداف وسجل عليهم هدفين بينما الثالث بطل في تاريخ هذه البطوله هو الانجلبير المسمى القديم لتيبي مازيمبي وفي 2012 و2013 اتوا في نفس المجموعه سويا وادي كوره خط المرمى هنشوف الاعاده كديابة اين التغطيه اين الرقصي خطا وركله حره ولكن طاقم تحكيم يعني جزائري شقيق الربع ساعة الأخير الآن في هذه الأرض وارتفاع قليل بعض الشيء بتشكل خطورة يعني يظل لمازيمبي و يعني في الكاف حسب يعني هي فرصة للكرة وفرصة للتشديد ولكن في فريق يعني اللي أيضا يعني بيلعب هادئ جدا حاول من جديد لمصلحة مازيمبي
عذر طبعا لانه اداء المباراه الطاقم تحكيم يعني جزائري شقيق تيبي مازيمبي. الزمالك في امس الحاجه على الارض وارتفاع قليل بعض الشيء بتشكل خطوره. يعني يظل يوسف اوباما وياسر ابراهيم اللي نزلوا ايضا لم يضيفوا لدفاعات نادي مازيمبي. لمازيمبي ويعني